تشارك مملكة البحرين العالم اليوم الاحتفال بيوم الشباب الدولي بهدف تكريس دورهم في البناء والتنمية، وقد حظي موضوع دعم الشباب باهتمام بالغ في العمل النيابي والتشريعي من خلال إنشاء اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة، والتي تختص ببحث القوانين والتشريعات والمقترحات التي تدعم هذه الفئة. وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف النائب عبد الله الدوسري، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. مساء الخير سعادة النائب. في وقت سابق من هذه النشرة كان هناك تصريح لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة اعتبر فيها أن الرهان على الشباب هو رهان رابح، وهذا الأمر الذي أثبتته مملكة البحرين اليوم، وبكونكم رئيس للجنة الشباب، حدثنا عما تقدمه اللجنة فيما يخص قطاع الشباب، وما هو المرتقب خلال المرحلة القادمة لدعم هذه الفئة؟ شكرا جزيلا أستاذة مريم على هذه الاستضافة. وطبعا حقيقة اليوم يعني أقرت الأمم المتحدة في عام 1999 يوم 12 أغسطس يوما عالميا للشباب، وموضوع احتفالية هذا العام 2020 هو إشراف الشباب من أجل تحفيز العمل العالمي بهدف إبراز أبرز السبل التي يعني تثري مشاركة الشباب على صعيد تعزيز تمثيلهم ومشاركتهم في السياسات المؤسسية الرسمية. طبعا حظي موضوع دعم الشباب باهتمام بالغ في العمل النيابي من خلال إنشاء طبعا اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة، والتي تختص ببحث القوانين والتشريعات والمقترحات التي تدعم هذه الفئة العمرية. طبعا وإيمانا منا بأهمية دور طبعا الشباب احنا البحريني في بناء المجتمع والنهوض بالتنمية، أسهم المجلس لتحقيق الكثير من المطالب والاحتياجات الشبابية من خلال تقديم العديد من الاقتراحات، كما يحرص المجلس النواب على الحرص على دعم وتأييد الشباب وقضاياهم من خلال العمل النيابي والمشاركات الخارجية بالمحافل الخليجية والعربية والإسلامية والدولية. طبعا احنا من خلال لجنة شباب الرياضة قمنا برفع طبعا 15 اقتراح برقبة واقتراحين بقانون، مشروع بقانون، وكان طبعا من أبرزهم يعني قانون الاحتراف الرياضي الذي طبعا يكتسب أهمية كبيرة في ظل التوجه الحاصل لصالح الانتقال إلى الاحتراف الرياضي وبما يخدم مسيرة مملكتنا القادمة في هذا المجال. نعم. وفيما يتعلق طبعا سادة النائب، هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال. سعادة النائب عبد الله الدوسري، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، شكرا جزيلا لك.